أريد شكرا لاستقبالنا لهذا اللقاء قبيل ساعات من المباراة الحاسمة ضد إسبانيا. كيف نجحت في خلق هذه اللحمة بين اللاعبين؟ لقد سافرت كثيرا منذ أن تسلمت المهام، لم يكن الأمر سهلا، لقد كان تحديا جنونيا في تلك اللحظة، ولكنها تتعلق ببلدي ولم يكن لدي الوقت الكثير للتفكير. وأنا مع فريق العمل وضعنا خطة، وكنا نعرف أنه لم يكن أمامنا إلا تربص واحد، وكان علي أن أرى كل اللاعبين فرادى وأن أقضي معهم بعض الوقت لكي نستفيد، لكي يتعرفوا إلي وأتعرف إليهم. وبعد ذلك بدأت في تمرير رسالتي المهمة التي أريد من خلالها أن يفهم اللاعبون أننا في منافسة مهمة جدا إلى بلدنا، علينا أن نكون متحدين وأن تكون هناك العقلية الجماعية تكون لها الأولوية حتى نقدم كأس عالم رائعة. هذه هي العقلية، من ليس لديه هذه العقلية فلا مكان له في المنتخب. وبالنسبة لي الأمور حتى الآن ناجحة، ولو أن لدي علاقة قريبة من اللاعبين كنت دائما أتعامل هكذا. حتى في الأندية التي كنت فيها أنا واضح، نقول الأمور، نتحدث قبل المباريات وبعدها كأصدقاء كإخوة أو كأب مع أبنائه، ولكن لما تبدأ المباراة فأنا مدرب وهم لاعبون، هذا فهموه حتى الآن. لنكون صريحين وواضحين، هل تعتقد، هل كنت تفكر أنك ستكون متصدر المجموعة؟ لا، سيكون من التكبر نظن أننا سنكون أولين ويكون الأمر سهل. لا، لقد عملنا من هذا الأمر وكانت لدينا ثقة، وكنا نثق أننا قادرين على فعلها بشرط وببعض الشروط والظروف التي خلقناها، فذلك بسبب أن لدينا ثقة، حتى لا تكون لدينا أي ندم، لأننا قدمنا كل ما لدينا وكانت لدينا خطة عمل ولعب تساعدنا على الفوز. قد لا تعجب الجميع، لكن هذه هي الخطة المناسبة الأكثر ل منتخبنا للمرور. لم يكن لدي الكثير من الوقت لوضع أي خطط بديلة، فعلى المستوى الفني والتكتيكي كانت الأمور معقدة، لأنه فقط هناك كان أمامنا تربص واحد، فكانت لدي كل المواصفات وكانت لدي ثقة أننا سنتأهل للدور الثاني. لن أقول أننا كنا نفكر في صدارة المجموعة، فهذا ضرب من التكبر، ولنقول لا. حسنا، تتحدث عن خطة لعب، لا، رأينا أنك لديك الكثير من اللاعبين بمواصفات معينة وخططت طريقة اللعب حسب اللاعبين وليس حسب نجم ما. حسنا، أنا انطلقت من مبدأ أنه علينا أن ننظر إلى اللاعبين المتوفرين، فلما يكن لديك ظهير في مستوى مزراوي لعب البايرن وحكيمي فهذا يعني أنه على مستوى الرواقين نحن في حالة جيدة. لما يكن لديك لاعب من التوب مثل زياش وبوفال، دون الحديث عن الشباب الذين يصلون بمهارات عالية، فهذه أسلحتنا، وكان علينا أن نخلق توازنا بين اللاعبين الذين لا يدافعون كثيرا، علينا أن نعطيهم حرية وأن يكون هناك وسط ميدان معزز كثيرا. ولكن تابعت اللاعبين الذين هم رهن إشارتي واخترنا أفضل، وبذلك اخترنا الخطة المناسبة لهؤلاء اللاعبين، ومع الطاقم الفني اخترنا هذا الخطة وقررنا أن نغيرها إلى كأس العالم، لأنها تعطينا مرجعيات، ونعرف أنه في المنتخب ليس لديك الكثير من الوقت، وبالتالي عليك أن تكون لديك مرجعيات وأن يكون لديك أمور موثوقة، وإذا غيرت النظام فتتعقد عليك الأمور. ووليد، كيف تعاملت مع عودة حكيم زياش؟ لقد كان الأمر معقدا جدا، لأن هناك الكثير من الأمور المسكوت عنها من جانب اللاعب، وأخطاء أيضا من جانب الاتحاد المغربي لكرة القدم على مستوى التواصل، وخصوصا حكيم هو لاعب بكبرياء بشخصية، ويجب مبدئيا أن تهدئ الأمور وأن تمنحه الثقة وأن تتناقش معه كثيرا. فأنا تحدثت معه كثيرا عبر الهاتف، ورحلت إلى لندن للقائه، وليس فقط لإقناعه، فهو يحب بلده
وكان دائما يتمنى العودة إلى المنتخب، لكن كان يريد في أي ظروف سيعود. كان يريد التعرف إلي لأنه كانت لديه خيبات أمل من قبل، ولما كان خطابي واضحا معه فنحن ننطلق على أساس معين، فقلت له أنه سيكون مهما في خطتي، ولكن عليه أيضا أن يقدم أكثر مما كان يقدمه للمنتخب من قبل. فهم الأمر والأمور على ما يرام الآن، هذا ما أقوله في كرة القدم اليوم. فهؤلاء اللاعبون يحتاجون إلى الكثير من التواصل وثقة، والتدبير مهم جدا، ويحتاجون لمن يكون واضحا معهم. ومعه كانت الأمور واضحة، وأنا لا قلق تجاه زياش لا خارج الملعب ولا في الملعب، نحترم ما اتفقنا عليه. والآن نرى أنك غيرته تماما. لا أدري إن كنت قد غيرته وحولته مطلقا. كنت دائما أقول إن حكيم لاعب يحتاج إلى حب مثل اللاعبين الكبار كلهم، فأنا لم أكن لاعبا كبيرا، لكنني كنت إلى جانب بعض اللاعبين الكبار الجيدين، وعادة فالمسألة العاطفية التي يحاطون بها فهي مهمة جدا. قد يمر اللاعب من نجم كبير إلى لاعب متوسط بسبب فقدان الثقة. حاولت أن أعيد هذه الثقة إلى زياد، وبالنسبة إلي الأمور تسير على ما يرام إلى حد الآن، لكنه شاب بقلب أبيض إيجابي. الآن أيضا مع السن ها هو نضج وتعلم الكثير من الأمور وأصبح إيجابيا في المجموعة، فهو لاعب مفتاح بالنسبة إلينا ويشارك كثيرا حتى في حياة بين اللاعبين. فهذا هو حكيم الذي كنا نريده في المنتخب، ها نحن نحصل عليه اليوم. من أين لك في هذه رغبة في تمثيل أفريقيا؟ منذ أنا صغير لقد كنت لاعبا، وفي التالي لم يكن هناك تواريخ لمباريات الفيفا، وإذا كنت تريد أن تلعب في يناير في كأس أفريقيا وغيرها كان من الصعب عليك، كان هناك صراع مع الأندية، وبالتالي كثيرون لم يشاركوا. شاركت في كأس العالم وكانت هناك ثلاثة منتخبات، الأمور معقدة. الكؤوس أفريقيا، المباريات الإقصائية، كرة القدم تغير اليوم، الأمور صارت كونية أو عالمية. تحدثنا كثيرا عن المستوى الإفريقي، لدينا لاعبين كبار في أندية كبيرة يعطون المثال، هناك ماني، صلاح، أو أيضا بن عطية في لحظة ما، محرز. اليوم نحن ممثلون بشكل جيد على مستوى الأندية الكبيرة، والمنتخبات الإفريقية صارت صعبة المراس، المستوى تساوى وصار هناك توازن. ليس هناك المنتخبات الإفريقية التي تنهزم بالرباعي وثلاثة أمام الأندية الأخرى. الآن خطونا خطوة إلى الأمام، وعلينا أن ننتهي من الشكوى. فليس لنا أن نشتكي سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا أو كرويا، لدينا مهارات. كأس إفريقيا تنظم الآن في دول بمنشآت جيدة جدا، ولدينا مراكز تكوين المدربين. ما يزعجني في لحظة ما هو أن هناك دائما وضع إفريقيا في الدرجة الثانية على مستوى المهارات. فمثلا فنحن اجتزنا اختبار كاف برو للتدريب، وهو ثلاث سنوات احتجنا إليها، كان هناك الكوفيد، ولكن إذا هذه الشهادة غير مقبولة في أوروبا، بينما المدرب الأوروبي الحاصل على يويفا برو فهو يدرب في أفريقيا. لما نتحدث عن أفريقيا فليس للشكوى بل لتحقيق التوازن، أن نكون على قدم المساواة وأن نحترم أيضا قارتنا، فقط هذا، ولكن من دون أن تكون هناك أي نوع من الأحكام المسبقة. على نفس السياق، أنت أول مدرب عربي يتأهل إلى ثمن النهائي في كأس العالم، هذا شيء جديد، لكن هذا هو نفس الموضوع. أنا يزعجني موضوع العربي الأسود الأبيض وغيرها، أنا أتحدث عن الكفاءات. أنا أقول هذا لكي أتابع مسألة الكفاءة فأنت تفتح الباب. نعم نعم، فأنت تفتح الباب أمام الشباب. كم هناك عاليو سيسي في السنغال يقدم أداء ممتازا جدا، نحب أن نمثل بلدان الأصلية ولا ننسى من أين أتينا. فأنا أيضا آتي من فرنسا، لا أنسى ما قدمته لي فرنسا، فهي بلدي أيضا. لكن هذه الثقافة المزدوجة أتخذها كقوة، كمصدر طاقة، باحترام هاتين الثقافتين. بمهارتنا يمكننا أن ننجح، وليس أن نحس دائما بهذا الثقل، لأنه علينا أن نعمل مجهودا مضاعفا
مضاعفا من أجل التطور والتقدم، لأنه علينا أن نبذل مجهودين أكثر من الآخرين. أنا منذ البداية كنت أعرف أنه علي أن نقدم مجهودات مضاعفة لكي أتطور، لكن اليوم علينا أن نفكر بطريقة عالمية. العالم منفتح، هناك تشامبيونز ليج، سوبر ليج العالمية، هناك كأس العالم، هناك مهارات وإمكانيات في كل مكان، وهذا ما يطور القوى الأفريقية إلى الأمام. فاليوم نحن حاضرون، فقد أريد أن أتبعك. لو كنت لاعبا سأقدم كل شيء على أرضية الملعب، لكن لا رغبة إلي أن أكون معك نوعا ما. كيف تتعامل مع كبرياء اللاعبين؟ هذا يتوقف على ما تريده. أنا لنقل أنني دموي، ولكنني لست عنيدا. حدث وإن كانت لدي بعض الأحيان اختلافات مع لاعبين، هناك لاعبين أيضا أحلتهم على الفريق الرديف وبعد ذلك عادوا أقوى. أنا أتحدث كثيرا مع اللاعبين، أتحدث إليهم، أحاول أن أمرر إليهم رسالتي عبر الحوار قبل الوصول إلى إجراءات قصوى. وإذا لم يمر الخطاب فهو ربما لأنني أيضا أخطأت نوعا ما إذا لم أفهم اللاعبين ما أريده، وبالتالي علي أن أسائل نفسي. هذا يتوقف على الظروف. عادة أنا مع الحوار. العقوبة واردة، لكن لا يجب أن تصل إلى تلك الحدود القصوى، لأن هذا يعني أنك لم تمرر الرسالة. لكن اللاعبين يفهمون الحد الفاصل، فأنا قريب من اللاعبين وقد تسيء الفهم، لكن يجب أن يفهموا الحدود دائما. نرى أن لديك ثقة كبيرة في نفسك. من أين تأتيك هذه الثقة؟ ليست مسألة ثقة، إنها أنا أحب كرة القدم، أنا شغوف بكرة القدم مثل كل المدربين. وكل مدرب سيقول لك بأن الشغف هو ما يقول الجنون والتضحية بكثير من الأمور في الحياة. بالنسبة لي كرة القدم كانت دائما كل ما له علاقة بكرة القدم كان يصيبني بالجنون، كان يفقدني صوابي. ضحيت بالكثير من الأمور وأعطيت كل شيء لكرة القدم، وهو حلم لي أن أصل إلى هذه النقطة. هذا هو المحفز، ليست الثقة. فأنا أقول أنا حاضر، أعرف من أين أتيت، ولن أترك مكاني لغيري، سأدافع عن موقفي. هذه فرصة وعلي أن أستغلها، أعمل من أجلها. لم يمنحوني أي شيء مجانا حتى كلاعب. لدي دبلوماتي، لدي دبلومات من أوروبا، من إفريقيا، من 3 كونفدراليات قارية. وفي دبي لما تمت إقالتي فقد اجتزت الدبلوم الآسيوي. أنا أتعلم، أبحث عن المعلومات، أقضي الكثير من الوقت في القراءة، عن البحث، عن المباريات وغيرها. هذه حياتي. بعد ذلك ثقتي اكتسبتها ربما لأنني أعرف كرة القدم وأعرف ما الذي أنا أقدر أن أفعله، ورأيت مدربين آخرين وماذا فعلوه للحصول على هذه الثقة في أنا شخصيا. وبالتالي ليس هناك أي نوع من أثار أو انتقام أو غير من غيري، هي قوة لي، هذا ما أظنه شخصيا. جيد، هذا واضح. هذا لويس إنريكي الذي رأيته يلعب في ريال مدريد. نعم، رأيته يلعب في ريال مدريد وفي برشلونة، هذا شيء لا يصدق. نعم، لا يصدق. لا يجب أن تفكر في الأمر، لأنه كما يقول البعض إذا فكرت في الأمر فهذا سيعيدك إلى الواقع. أنا داخل اللعبة، فأنا على ثقة وأرى ما نفعله وهو استثنائي جدا. ولكن كما قلت لك لدي طموح وثقة، ولا نريد أن نتوقف هنا، ويجب أن نتجاوز عقدة إنها إسبانيا أو غيرها. يجب أن ننظر إلى ما وراء ذلك. هذه هي العقدة الإفريقية، يجب أن تنتهي. ماذا تقول عن التنظيم في كأس العالم، تنظيم كأس العالم في قطر؟ بالنسبة إلي منذ البداية قلت إن لدينا، لقد سيسوا كأس العالم أكثر من اللازم، ولكن كمسؤولين في كرة القدم لا يجب علينا أن ندخل في هذه اللعبة. نحن نركز فقط على ما نفعله على أرضية الملعب. بعد ذلك كأس العالم سنحكم عليها بالتنظيم. الملاعب رائعة جدا، وعائلتي هنا موجودة، والأمور تمر على أحسن ما يراد. العائلات في حالة جيدة على عكس كؤوس العالم السابقة. علينا أن نأخذ الأمور كما هي، فهذه فرصة لكي تسافر كرة القدم إلى العالم. نحن
نحن الآن في الشرق الأوسط. عام 2010 كنا في جنوب أفريقيا حيث كانت هناك من قبل أبارتهايد والغيطوات، وبعد ذلك في روسيا حيث اليوم هناك حرب مع أوكرانيا. لنقول سنذهب إلى المكسيك للولايات المتحدة، هذه هي جمالية كرة القدم. لما نسيس الأمور وندخل السياسة في الكرة فهذا يقلقني ويزعجني كثيرا. بالنسبة لي قطر وأنا أعرفه وعشت هنا، فكل ما سمعته على مستوى احترام الحقوق، حقوق النساء وغيرها، فليس لأنني عشت هنا، فلمدة سنة ونصف كنت هنا، فهناك دين يحترم، هناك احترام للناس وبالنسبة إلي فجميل أن الأمور تمر جيدة. هناك أهداف، هناك فرجة، ونتحدث فقط عن كرة القدم وأقل عن الأمور الأخرى التي لا تهمني. شكرا جزيلا. مرحبا بك في قناة كرة بالعربية، شكرا لك على مشاهدة الفيديو ولمشاهدة تحليلات جميع المباريات الفرق والمنتخبات العربية. اشترك في قناة كرة بالعربية ليصلك الجديد دائما، ولا تنسى الضغط على زر لايك.